بعد ما تابعنا مع حضراتكم الاخبار اللي حصلت امبارح، هنروح نشوف اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي من ضمنها اطلاق فعاليات النسخه السادسه من برنامج هل هلالك، هيتضمن الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان. وكمان النهارده هيتم اطلاق مشروع بحثي حول التكلفه الاقتصاديه والاجتماعيه للارهاب، ده غير ان النهارده في مباريات مهمه جدا في الدوري الايطالي والدوري الاسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتنطلق فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك هذا العام اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال مجاناً للجمهور، وده هيكون الساعة 8:30 النهاردة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. وهيتم الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان وتكريم عدد من أبطال نصر أكتوبر من القوات المسلحة ومجموعة من الفنانين والمبدعين. كمان النهاردة وزارة التضامن الاجتماعي هتنظم بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ندوة فكرية لتدشين مشروع بحثي حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر، وده هيكون بمشاركة مجموعة من كبار الباحثين المصريين. النهاردة كمان مشروع صكوك الإطعام التابع لوزارة الأوقاف هيوزع 14 طن من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجيزة، بني سويف، المنيا وأسيوط. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع ختام الجولة 32 من عمر الدوري الإيطالي، ومباراة هتجمع ما بين بولونيا وسامبدوريا الساعة 9:15. عشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع ختام مباريات الجولة 31 من عمر المسابقة، ولقاء بيجمع ما بين فالنسيا ورايو فاليكانو الساعة 7 بالليل.